أنا قضيت ورق ثلاث ورقات بالقصد، عندنا عملية بس عيدي لي ثلاث بس. ورقات بالقصد. ها اخذتي اخذتي او دولارات بالاقساط؟ هي بالاقساط. نعم. كل ورقة عليها 60، يعني حلال حرام، وأنا خاف شوية من الفايد. لا إله إلا الله. تمام. إيه بعد عملية عندنا، وأنا خذيت حالتنا تعبانة، تمام، سوينا عملية بيهن. شكرا 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 لحضرتك، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضلوا سيدنا. لعنة الله على المرابين، لعنة الله على المرابين، لعنة الله على المرابين. هذا المرابي ينطيها ورقة 150,000 دينار، يأخذ 60,000 عليها. يعني هذا مرابي هم ما منصف وهم ما ملتزم. عدم الالتزام الديني شوي انصاف، يعني يا بس 20,000 فوقها مو 60,000. هذا مرابي، والربا حرام، وما يأكله من المال 60,000 على كل ورقة، هذا سيكون ماذا؟ سيكون عليه حال كما تكون تقول الروايات، سيكون هناك وقود في النار ويحرق بها إن شاء الله. أما هي تقول أنا مضطرة، هي قالت أنا مضطرة، عملية تقول عملية مضطرة جراحية. مضطرة وفقرة إحنا. إذا كنت مضطرة بابا ما عليك، إذا كنت مضطرة ليس عليك شيء، ولكن أقول لك شيء، هذا لا تقولي لأحد، إحنا على الهواء مباشرة، أي لا تقولي لأحد، أنه مو واجب عليك تطي الزايد، تطي نفسه 3 أوراق، إذا قال أعطيني الزايد قال أنا ما أعطيك حرام علي، تقدرين قولي ما أعطيك، والسيد ما أخذ علي كذا، إذا ما أخذ عليكم مشاكل وماذا، هذا بعد قانون أنت رحون تقدرون تشتكون عليه، تقدرون تشتكون عليه أن هذا يأخذ بالربا، وأكو هناك مادة قانونية تحاكم المرابين، واضح بابا؟ فمن ناحية الشرعية مو حرام عليك يعني أنت مضطرة، بس من ناحية أخرى أقول لك يجوز لك أن ما تنطيه وتقلبين عليه، تقلبين عليه لأن أساس الاتفاق لأن حرام، أساس الاتفاق حرام.